عن هدف في هذه الدقائق المتبقية لعمر الشوط الثاني. كرة عرضية أطول لنبط ميسان سجاد، يلا كرار كرار علي كرار، جول 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 نبط ميسان يشعل المباراة. 1 سجاد هو من يسجل أول أهداف في المباراة، هدف أول في اللقاء نبط ميسان يسجل أول أهداف في المباراة. جعفر كاظم يسجل أول أهداف في المباراة، أجمل يفعلون نبط ميسان بهدف أول يقود المباراة من جديد. قلتها نعم وثقتها، هل يعود بأمجاد وتاريخ ويعود بتاريخ الأسماء وأساطير الكرة الميسانية نبط ميسان؟ هل يفعلها؟ هل نقول نبذع عن ميسان؟ راح أحكيها باختصار شوية عن ماضيها، راح أسولف وحش التاريخ القديم زمن القائد ماجد ومصر الرحيم. الله، هذه الأسماء التي قدمت للكرة الميسانية شيء جميل شيء ممتع، وشاهدنا الهدف الجميل كان أجمل من اللاعب جعفر، وكانت مكملة لمسات اللاعب سجاد، هو من سجل الهدف الأول في المباراة، هدف روعة لنادي نبط ميسان. أنا ذكرتها قلت